على مدار الأسابيع اللي فاتت، وما فيش حاجة شاغلة جمهور نادي الزمالك إلا عن الأزمة المالية اللي بيواجهها النادي مع الحجز على أرصدة النادي في البنوك من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق. لكن فجأة طلع مرتضى منصور وأعلن انتصاره بدون ما يكون في أي تصالح ولا أنه يخضع كمان لشروط ممدوح عباس وحل الأزمة المالية. بس يا ترى إيه اللي حصل وإزاي قدر يجيب الفلوس؟ تفاصيل كتيرة جدا هنوضحها لكم في الفيديو ده، فخليكم معنا. مفيش كلام بعد أيام وأسابيع من الاستغاثات اللي كان بيطلع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقولها في الإعلام وفي قناة نادي الزمالك عن الأزمة المالية اللي بيمر بها النادي بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدة الزمالك في البنوك بسبب مديونية حوالي 50 مليون جنيه لممدوح عباس. مرتضى منصور اللي كل شوية كان يطلع ويقول إن ممدوح عباس مش راضي يتنازل أو يتصالح إلا بشروط خاصة، أولها إن مجلس الإدارة الحالي يرحل عن النادي ويمشي هو ومرتضى منصور وولاده من الفريق، وده اللي مش ممكن يحصل. وسط الكلام الكتير عن إن اللاعبين بتهرب والنادي بينهار ومفيش حل للأزمة المالية رغم تدخل ناس كتير ومسؤولين في الدولة، لكن فجأة خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعلن إن الأزمة المالية الخاصة بالحجز على أرصدة النادي هيتم حلها خلال الأيام اللي جاية، وإنه كمان هيتم الفترة اللي جاية الإعلان عن حل لكل الأزمات المالية للزمالك بدون ما يكون في تصالح مع ممدوح عباس ولا إنهم يخضعوا للشروط الخاصة بيه، علشان نادي الزمالك كبير ويعلن كمان انتصار قرار الجمعية العمومية واختيارها في مجلس الإدارة. طيب منين هيجيب الفلوس؟ رئيس الزمالك أعلن أنه هيتم الانتهاء من عقد الرعاية الخاص بالنادي خلال الأيام اللي جاية بعد الوصول لصيغة اتفاق مع الشركة الراعية على كل التفاصيل. من هنا هتكون الفلوس اللي جاية للنادي هتحل الأزمة اللي بيعاني منها النادي وهتدفع المديونية بتاعت ممدوح عباس، وبالتالي هيترفع الحجز على حسابات النادي. مرتضى منصور أعلن كمان أن مجلس الإدارة بيحافظ على كل حقوق النادي في كل الاتجاهات رغم ان الأزمة المالية هتتحل بالفعل، إلا ان الغرامة اللي بتخص كهربا مش هيتم التنازل عنها ولازم يدفعها اللاعب علشان يرجع من تاني يلعب. في نفس الوقت وجه مرتضى منصور رسالة لجمهور الزمالك بانه يخفوا على فيريرا المدير الفني وما ينفعش نطلع ننتقده كل شوية، لانه مش لازم اننا نضغط عليه بعد نتيجة كل مباراة لان اللعب فيه مكسب وخسارة وده طبيعي، والحكم كمان بالنتائج النهائية، ولسه المشوار طويل وكمان هيكون في تدعيمات للفريق في شهر يناير، وبالتالي الفريق هيزيد قوة وهيقدر ان هو يتغلب على كل المنافسين الفترة اللي جايه.